برضو الست احيانا في طبيعتها بتبقى متسلطه. يعني انت ليه متسلطه؟ عايزه افهم. بتجبريه اول ما ترتبطوا حتى من قبل ما يجي يزوركوا في البيت ولا ياخد في ايده قفص فاكهه ولا اي حاجه انه يكتب على الفيسبوك ان ريليشن شيب، وده بيخليه يفقد كتير قوي من الفانز بتوعه. ده على اساس انه نجم مشهور مثلا يعني؟ لا، اسنه مز زي القمر وفي بنات كتير تتمناه. عنده معجبات طبعا. وبعدين برضو انت كياده ما ننكرش، يعني تبقي منكده عليه الصبح وتروحي منزله على الفيسبوك بالليل انت سندي انت ظهري انت قفصي والكلام اللي ما بياكلش عيش ده. وبعدين يبتدي هو يقفش فينزل العلاقه اتس كومبليكيتد، يعني علاقه معقده، فيبتدي هاي يستميل الفانز تاني. طب وبالنسبه للانجليزي واي؟ الانجلي او ليش انجلي واي الانجلي في الانجلي واي واي انجلي فال انا تعديت منك اتعديتي مني وبعدين انا ثقافتي وكل واحد يعني بيعبر عن المجتمع اللي جاي منه. هاي جايه من المجتمع الانجلي. اوكي انا جايه من تكساس وبعدين بدريه. لا لا بدريه نشعت عليكي جامد. لا تكساس ليه مالها بدريه يا حبيبتي؟ لا ثواني بقى انت صار عشان هنا في غلط تاني. طلع بتاعتك بتقول لها بدريه نشعت عليكي. ايه يا بدريه؟ ايه نشعت الاول؟ يعني اتاثرت بالثقافه بتاعتك. مالها ثقافتي؟ ما هي تكساس بقى، هي عشان تكساس في الكلور. لا ده انا هبقى طراش عشان مش تراش. انا دلوقتي يا بدريه بقى نفسي انت اللي تكملي السيزون. عمال ادعي اقول يا رب والله بحبها يا رب تكمل السيزون. انا كنت بقول ايه يا اختي توهتوني. كنت بتقولي وليه كياده؟ انت كياده. انا لا انا بكلم الفانز البيبول اللي على البيبول. تبقى هي متخانقه وبعد